السلام عليكم وأسعد الله صباحكم يا عيسى كنوي. ليلة الجلفة في الأيام الأخيرة حالة كبيرة من الهلع والرعب، خاصة بعد العثور على شبقي لأنه كان محتجز داخل منزل مشعوذ خطير منذ سنين طويلة جدا. هذه القصة أعادت لي ساكنة المنطقة حادثة الإمام السفاح والذي خطف طفل من حي جناني بعاصمة الولاية وقتل أمامه زوجته وابنه وقام بدفنهم في حفرة كبيرة داخل منزله في حي صوميزو لأسباب مجهولة. وقامت المصالح الأمنية آنذاك بالقبض على الإمام السفاح بعد العثور على الجثتين في منزله وتم الزج به في سجن، ولكنه توفي بعد سنوات قليلة داخل السجن. الحادثة وقعت سنة 2004 وما زالت لحد ساعة في أذهان سكان الولاية نظرا لبشاعتها، وما زال بيت الإمام لحد ساعة مغلق ولا أحد يستطيع الدخول إليها.